السلام عليكم شباب، معكم نص عمران من دس جيمينج، واليوم نقدم لكم افضل 5 العاب في عام 2016 بالنسبة لنا. اذا في لعبة موجودة يمكن ما لعبناها او ما عجبتنا كفاية، في النهاية هاي بس راينا الشخصي. بنبدي تدريجيا من 5 ل1. تحتل مرتبة 5 دوم. لعبة دوم فاجأتني. العروض اللي كانوا حاطينها للعبة كانت متوقع منها انها تكون لعبة عادية، لكن تفاجأت ان اللعبة وايد ممتعة ومميزة عن باقي الفيرست بيرسون شوترز. اللعبة وايد حماسية مع لعب وايد سريع وممتع. اكثر شيء فاجأني في اللعبة هو ان اللعبة تتصرف نفس الالعاب القديمة، لما الناس ما كانت تهتم شنو كانت القصة وبس تلعبها مجرد حق الجيم بلاي الممتع. حتى البوس باتلز لعب ضدهم بطريقة كلاسيكية، يعني في اوقات الوحش يشوت فوق فلازم تسوي كروتش، ولما يشوت تحت لازم تنط. صراحة حاولت اشوف عيوب في اللعبة لكن ما في شيء ازعجني في اللعب. اللعبة ما تاخذ روحها بجدية وتسوي شغلها صح كمجرد لعبة اكشن ممتع. تحتل المرتبة الرابعة دارك سول 3. انا عن نفسي معجب بالعاب السولز وتوقعت اللعبة بتكون عجيبة، والحمد لله طلعت ناس ما توقعت وافضل. لعبة بمنتهى الجمال، يعني فيها الاشياء المعتادين عليها لكن التغييرات الجديدة والمشاعر اللي فيها خلتها تكون افضل جزء بالنسبة لي. لعبة ممتازة من كل النواحي، طور القصة، الجرافيك، تصاميم الاماكن، تصاميم الشخصيات، لعب الاونلاين، الموسيقى الروعة، يعني لعبة متعوب عليها بشكل عجيب. ولا ننسى شلون الجيم بلاي عميق وعجيب، يعني صدق انها لعبة قد تكون احيانا صعبة لكن بعد ما تكملها تعطيك الاحساس بانك انجزت شيء مهم وتكون فخور من تطورك على مدار اللعبة. لهالسبب موجودة في الليستة من افضل العاب 2016. تحتل بمرتبة الثالثة لعبة انسايد. انسايد اول ما تشوفونها بتقول لعبة اندي بسيطة والتحكم مجرد يمين يسار وتنط، يعني بتشوفها بتقول لعبة عادية، لكن بتتفاجئون شلون عطتني رحلة صج مميزة ما حصلتها في ولا لعبة من هاي الجيل او الجيل اللي قبله. احلى شيء في اللعبة هو غموضها. تبتدي اللعبة وانت ما تدري شو السالفة، وطول اللعبة ما يقولون لك شيء، انت تركب القصة في بالك وانت تغامر. شيء ثاني عجبني هو رسوم اللعبة، مع انها لعبة بسيطة مع اللعب 2D لكن تتفاجأ من مدى جمالها والتفاصيل الصغيرة اللي موجودة في اللعبة، مثال نفس التحركات، تصميم الاماكن والالغاز فريد من نوعه. واللي يعجبني هو ان الالغاز ما تتكرر كل مرة شيء جديد. والشيء الاخير هو ان اللعبة لاخر نفس تظل تفاجئك بشكل غريب وعجيب، وهالشيء اللي اتمنى انه يكون متواجد في معظم العاب اليوم. تحتل المرتبة الثانية لعبة The Last Guardian. هاي اللعبة مرت في ازمة تطوير وكانت في العديد من المرات بتتكنسل، ولهذا السبب خلتني اشك انها ما بتكون في المستوى المطلوب، والهايب مالي حق اللعبة اختفى. وانا احب الالعاب اللي قدموها في الماضي مثل ايكو، ومن افضل الالعاب اللي عندي هي شادو اوف ذا كولوسس. الحمد لله اثبتوا اني غلط وطلعت من افضل الالعاب اللي لعبتهم لحد اليوم. يعني الشيء الوحيد السيء هو بعض المشاكل التقنية في اللعب، لكن كل شيء ثاني عجيب. لعبة فريدة من نوعها وما في ولا لعبة تشابهها، وتعطيكم مخلوق بمنتهى الواقعية ولا تحس انك قاعد تلعب لعبة. والشيء الجميل اللي يفتقدونه معظم العاب اليوم هو الطريقة اللي تحس بتطور علاقة الطفل مع المخلوق بدون كلام ولا كاتسينز، يعني وانت تواصل تقدم في اللعب تحس بعلاقتهم قاعدة تتطور. هاي بالنسبة لي اشوفه انجاز صعب لكن سووه وخلوني اهتم للمخلوق وتأثر من قصة الطفل مع تريكو اللطيفة. تحتل المرتبة الاولى لعبة انشارتد 4. خيار غير مفاجئ وتستحق احسن لعبة لعام 2016 من اسباب عديدة. اللعبة ممتازة في كل النواحي، من اللعب، من الكاتسينز، من القصة، من الشخصيات، من الجرافيكس، من كل شيء. يعني مقاطع الاكشن اللي فيها وطريقة اخراجهم يرونكم مدى تطور الالعاب على مر السنين. هاي اللعبة صدق تحسسك بالجيل الجديد من ناحية اهتمامهم للتفاصيل الصغيرة في كل نتفة من عالمهم الجميل. غير عن هاي تقدم لنا جيم بلاي عجيب وممتع وحوارات لطيفة بين الشخصيات اللي تخليك تندمج في اللعب. وفي النهاية شركة نوتي دوغ قدمت مرة أخرى لعبة جميلة وعزيزة على قلبنا. هاي كانوا أفضل ألعاب 2016 بالنسبة لنا، يمكن توافقون ويمكن لا. شاركونا في التعليقات شنو أفضل ألعاب 2016 بالنسبة لكم. مع السلامة.